في أسوان في نسب تنفيذ متقدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالفعل تم الانتهاء من 23 مشروع بنسبة بتصل ل 100% بمختلف قرى ونجوع حياة كريمة في محافظة أسوان. طبعا طبيعة المشروعات اللي تم تنفيذها مشروعات متنوعة، سواء كانت قطاعات خدمية أو قطاعات تعليمية أو قطاعات ترفيهية أو حتى القطاعات الطبية. خلينا نشوف أهم المشروعات اللي تم الانتهاء منها من خلال هذا التقرير. محافظة أسوان أعلنت الانتهاء من 23 مشروعاً ضمن مشروعات حياة كريمة، وتم التسليم الابتدائي لها من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة التي تخدم 22,000 من المواطنين والأهالي موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع. المشروعات التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة لخدمة المواطنين تضم إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية. ويتم العمل على إنجاز تلك المشروعات في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب. وضمن العمل على إنجاز أعمال المشروعات وسرعة وتيرة العمل، تم التكليف من الجهات المعنية بسحب الأعمال من الشركات المتباطئة والمقصرة في التنفيذ وإسنادها إلى شركات أخرى أكثر جدية والتزاماً من أجل رفع نسب التنفيذ وضمان الانتهاء من كافة المشروعات وبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة. كما يتم العمل على إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقرى وتوابعها وعرضها على المحافظ بشكل مستمر، وذلك لإصدار التعليمات والتدخل الشخصي بالتنسيق مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة.